لا، بهذه المناسبة أنتم هنا ترون غروب الشمس وشروق الشمس وطلوع الفجر ولا لا؟ لا لا، الدعنة والغمام. ليش؟ الجبل الغربي يحجب الشمس قبل ان تغرب معنا، فما نستطيع ان نتحقق هل غربت ام لا. هذه مشكلة. يعني طيب، ننتظر وما الذي لا يحجب؟ الافق البعيد. احنا يعني ما هو الافق؟ بعد الجبل. لا يعني بنايات تحجب رؤية مغيب الشمس. لا، أنت كلامه غير كلامه. ما اللي بحسب ما يعني. أنه الجواب واحد. ما أنه الجواب واحد. كل ما هناك من فرق أنه في حاجب طبيعي إلهي وفي حاجب إيش؟ صناعي. أنا أقول الحاجبين إن شاء الله، اصبر علينا. كيف؟ الحاجب اللي إحنا يعني الأصلي، يعني كثير من الناس يعني يعتبرون الإفطار قبل أذان المغرب فتنة وبدعة، يعني هم يروا هذا وإحنا لا نرى هذا إن شاء الله تعالى. هذا سؤال طيب، لكن من باب يعني سد مثلا باب فتنة، وخصوصا على الإخوة واللي فيهم كفيهم ابن استنى الأذان ونفطر مع الأذان، هذا بين الناس. إذا الواحد لحاله، أنا عن نفسي يعني إذا رأيت مغيب الشمس وأنا في أي مكان أفطر والحمد لله رب العالمين، حتى لو كان قبل المغرب بوقت يعني على السنة. أما مع الناس أنتظر الأذان حتى لا نقع يعني ما ليس هذا هو المقصود. المقصود قبل كل شيء معرفة الحكم الشرعي، ثاني شيء طريقة الدعوة إلى هذا الحكم الشرعي. فهناك غاية وهناك وسيلة، فيجب أن نفرق بين الغاية وبين الوسيلة. فأنت جوابك لم يكن من باب الوسيلة، وإنما كان من باب الغاية. يعني أنت لو كنت في عقر دارك تقول الجبل يحجب، طيب متى تفطر إذن أنت؟ نعم، متى يؤذن المؤذن؟ بارك الله فيكم، نحن الحقيقة في دوامة ضائعة. المؤذن متى يؤذن؟ بعد غروب الشمس بمدة قد تصل إلى 5 دقائق. الله يهديك يا أبو أحمد. المؤذن يؤذن على التوقيت الشرعي ولا على التوقيت الفلكي؟ على التوقيت الفرعي. طيب، هل هذا هو الشرع؟ ليس. إذن خلينا مع الشرع، وسؤالي آنفا كان شرعيا، متى يؤذن المؤذن لصلاة المغرب؟ على التوقيت الفلكي. نسيت ما قلنا الآن. نحن سألنا سؤالا، أعطي بالك. المؤذن اليوم هل يؤذن على التوقيت الشرعي أم على التوقيت الفلكي؟ كان الجواب على التوقيت الفلكي، هذا تركنا جانبا. متى ينبغي أن يؤذن المؤذن على التوقيت الشرعي؟ عند غروب الشمس مباشرة. فكيف يتأكد بأن الشمس غربت إذا كان في الغرب جبل؟ متى يتأكد أن الشمس غربت؟ حلو. هذا جواب له معنى. الأصل أن يتأكد يعني. أرجوك فكر وتكلم، فكر وتكلم، لأنه سيعود السؤال مستنبطا من كلامك. كيف يتأكد؟ أنا
أعيد عليك إن شاء الله ما من إجابة حتى تعطينا المفيد. يعني لا أريد أن أقول إذا لم يعد يرى الشمس فجاز له أن يفطر خوفا من أن الجبل يكون عاليا والشمس لم تغرب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والآن صار الوقت عندكم ولا لا؟ بقي أربع دقائق. خمس دقائق. الظاهر أنه الناس كلهم إلا قليلا منهم ضائعين مش عارفين كيف يثبتون الأوقات الخمس على التوقيت الشرعي. تفضل. رب بلدة أفقها ساحل البحر وبلدة أخرى أفقها سهل الأرض وبلدة ثالثة أفقها جبل بل لنقل هضبة ورابعة جبل وإلى آخره. فمتى يفطر هؤلاء؟ متى يؤذنون؟ إذا غربت الشمس، سواء كان الغروب على ساحل البحر أو على أرض السهل أو على الهضبة أو على الجبل، المهم أنه الشمس غربت يقال عربية ومشاهدة الآن غربت الشمس. أما التوقف أنه والله في جبل، طيب ماذا تريد أن يكون غير الجبل؟ تنتظر أن يكون هناك ساحل؟ ما صاحب لا يروح البحر بقى. وهذا تكليف ما لا يطاق. الحقيقة أن الدين يسر عقده الناس طائفة منهم بجهلهم وطائفة أخرى منهم بتعنتهم. نعم. بنلاقي انه في ايام الصيف ايام يوم طويل يكون بعدين يكون الساعة 10 بالليل ولسه فضل هناك التحقق من الغروب الشمس يعني بده خليك هلا انت في بلدك العربي بعدين بنحكي في البلد الاعجمي. لا اله الا الله. اي نعم. بخاصة قضية يعني غروب الشمس وراء هذا الجبل في شيء يدل عليها وهو جهة الشرق بدو الليل. ما مالك ضايعين الناس عن هذا؟ يعني هذا يدل على هذا. إذا غربت الشمس ها هنا عندكم فقد حل الإفطار ووجبت صلاة المغرب. أنا شايف يا أبنية. فهل تريدون يعني أن تطلعوا لفوق وتشوفوا الجبل اللي وراء الأبنية هذه؟ جبل وراء جبل. يا شيخنا الفجر واحد ولا اثنين الفجر حقيقي ومش حقيقي وبعدين فجران للتعبير الشرعي فجر صادق فجر كاذب. وكيف بده يعرف يعني انه صار الفجر صحيح بعلامة ايش يعني كيف بده يعرف لانه الاذان هذا مش ما الرسول عليه السلام بين هذا الذي تسأل عنه. إذا امتد النور هكذا في الأفق فهو الفجر الصادق فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لما بتشوف ترمي ببصرك إلى الشرق والليل ما بتشوف السواد هذا؟ لما بيبدأ يعلو السواد خط أبيض مش خط أفقي، خط أبيض ممتد من الشمال إلى الجنوب فهذا هو الفجر الصادق. لا ما له خط يبين خط. المدة كم نستطيع الآن أن نعينها في الوقت الحاضر يعني تعلمون أن الفجر يؤذن قبل خيط الأبيض. عليكم السلام ورحمة الله. فهل نستطيع أن نعين توقيت يعني بالدقائق أو بالساعة؟ ممكن أخي بس هذا ما هو ثابت يختلف باختلاف الأيام. إلى عهد قريب كان الفجر ما يبكر في طلوعه أظن الآن كأنه وقف. كان الفجر يؤذن قبل شهر أو شهرين 3:30 و5 تقريبا.
الآن عفوا قلت يؤذن وأردت يعني الأذان الشرعي مش هذا الأذان الواقع، فلنقل أنه كان الفجر يطلع تقريبا 4 إلى 3، الآن بيطلع 4:10، فما هو ثابت يعني، لكن في نسبة كمان قريبة بعض من بعض بين الأذان الفلكي هذا اللي بتسمعوه من المؤذن وبين طلوع الفجر الصادق، مدة تتراوح ما بين 1/2 ساعة و 25 دقيقة. أي نعم. وبين الأذان الشرعي والأذان الفلكي نحو 10 دقائق. المغرب نعم. كيف؟ هو الفلكي نعم. معليش يا أخوانا يجب أن تعلموا هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من هنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. لذلك فمن الوهم ومن الخطأ الفاحش أن نتوهم أننا إذا رأينا الشمس غربت من هنا منقول والله هنا في جبل، أو منقول كما قال القائل الآخر في أبني. طيب ننظر نحن هل أقبل الليل من ها هنا أم لا، فإذا كان الضوء اللي فوق منها النور نور النهار ضوء النهار إذا كان لا يزال ممتدا إلى المشرق وهو كذلك إلى المغرب ولو غربت الشمس فما أفطر الصائم، لكن إذا أقبل الليل من هنا يعني بدأ الظلام يهجم علينا من جهة الشرق وبدأ النور الضوء الشمس يغيب وراء الأفق والشمس أيضا فعلا غربت، قال عليه السلام فقد أفطر الصائم. ولذلك فنحن لا نستطيع أن نتصور وضعا تتجمع فيه هذه الأوصاف الثلاثة. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. ولذلك فنحن لا نستطيع أن نتصور وضعا تتجمع فيه هذه الأوصاف الثلاثة: أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس، ونقول لا ما صار وقت الإفطار. هذا صدم لحديث الرسول عليه السلام، ويتكلم بلسان عربي مبين، فيقول إذا أقبل ككون في البدائيات. هلا إذا كانت الشمس نراها بعيننا قرص الشمس عم تنزل حتى صار في تماس بين دائرة الشمس السفلى من تحت مع الجبل أو مع البنية، ثم بدأ قرص الشمس يغيب حتى لم نراه، ألا يجوز أن نقول لغة وشرعا وعرفا غربت الشمس؟ فما بالكم تشكون في البدائيات، غربت الشمس. كل ما يمكن أن يجعلنا نتوقف أن نشوف والله لسه ضوء النهار شرقا ووسطا وغربا لا يزال كما كان، هذا بيخلينا نشك، لكن الواقع ليس كذلك. والله أكبر. الله